بسم الله. ايش رايكم؟ شايفين ما شاء الله تبارك الله كيف الرز؟ شوفوا الحبات كيف. مساج في المخ مو طبيعي. خروف ورز، ايش رايكم بالمنظر؟ ما شاء الله تبارك الله، شوفوا كيف اللحم، حوريكم قد ايش مهري، والرز يا جماعة ايش نثري، الرز نثري واللحم مهري. اهلا وسهلا بكم بقناتي، انا شيف وجدان محمد. اذا اول مرة تشوفوا قناتي او فيديوهاتي اشتركوا في القناة، فعلوا جرس التنبيهات، اكتبوا لي رايكم تحت في الكومنتات، ويلا نبدا الفيديو. طيب اليوم حتكون طبخة عندي هنا خروف، تمام، كتف مع ضلع، خلاص. طبعا طريقة التقطيع عشان كذا قطعته كبير عشان استخدمه في طبخات، مو يعني كذا بلا هدف بلا سبب، تشغل عقلنا شوية. كان ممكن اني اقدر اقطعه قطع مرة صغيرة، بس انا احتاجه في الطبخ بهذا الحجم. اليوم حسوي لكم كيف تاكلوا الرز حق الذبايح او الولايم، حسوي لكم اياه اليوم بالطريقة المضبوطة. في البداية حبدأ اقطع الشحم او الدهون الزايدة من الكتف، تمام. في ناس تحب تخليها بس انا حسيت انها مرة كثير فحخففها، اوكي. طيب اول شيء حنبدا دحين، خلاص شلت شويه شحوم من على الكتف والضلع. طبعا الشحوم لما تكون في اللحم تعطيكم طراوه وتعطيكم لذاده. حدق العظمه هذه كذا بخفيف عشان تقدر تدخل في قدر الضغط. قدر الضغط عندي ما حينفع انه ادخلها زي ما هي كذا، فحدقها دقه كذا بس انه اقدر اثنيها عشان تدخل في قدر الضغط، اوكي. بسم الله. وخلاص كده دقيت العظمة، كسرت شوية بس منها عشان ادخلها في قدر الضغط، تمام. حنبدأ دحين نسلق اللحم، نطلع الزفرة، بعدها نحط البهارات الصحيحة، نضغط اللحم، بعدها ننزل الرز ونسوي الكشنة. حتذوقوا احلى ولذ رز ولحم في العالم، كأنكم حتذوقوا، يعني كأنكم حتذوقوا عن بعد. حنبدأ نجهز اللحم. في البداية حنحط القدر على النار، وححط اللحم على القدر، وبعدين حنضيف الموية الحارة، تمام، ونخلي الموية تغطي اللحم ونطلع الزفرة. بعدين نضيف البهارات الصحيحة اللي هي عبارة عن هيل، قرنفل، ورق غار، قرفة، وكمان فلفل أسود حب، مرة مهم لزفرة اللحمة. حضغطها لين ما تستوي، بعدها حنسلق الرز بموية اللحم. هنا حبدأ أقلي اللوز والزبيب وكمان الصنوبر، حنزلهم في الزيت كلهم مع بعض. طبعا الزبيب نخرجه أول شيء لأنه لو خليتوه أكثر حينحرق، مو زي اللوز ياخد وقت عشان ياخد لون حلو. فحتلاقوه كده طف على وجه الزيت، حتشيلوه بالملعقة ونخلي باقي اللوز والصنوبر لما ياخذ لون نخرجهم. هنا خلاص اللحم صار جاهز، حفك الضغط، تمام. شايفين كيف ما شاء الله مرة مهري مرة استوى. حنشيله ونخلي المرقة نصفيها من البهارات الصحيحة، ولو كان في عظم صغير شحوم نازلة نصفيها، تمام، بمصفاية، وناخدها نسوي فيها الرز. لازم الرز يكون بمرقة اللحم. هنا أنا نزلت الرز، بعدين حطيت رشة بهار مشكل وملح بس، بعدين نزلت الموية اللي هي مرقة اللحم، تمام. مهمة نصفي مرقة اللحم بعدين نضيفها ونضغط الرز لين ما يستوي. خلاص كده حيكون جاهز الرز. حبدأ دحين افك الصفاره وتشوفوا كيف البخار والرز نثري والريحه. نفسي اقول لكم شم الريحه يا جماعه. حبدا افتح القدر. بسم الله.
شوف المنظر ما شاء الله تبارك الله. هوريكم كده عن قرب الرز كيف يا جماعة نثري. راح أبغى أدوق. شوفوا ما شاء الله تبارك الله كيف الرز نثري. شوفوا المنظر، شوفوا هذا بقدر الضغط يا جماعة، شايفين لا مخبص ولا شيء. عدوا الحبات كده على قد ما تقدروا، شايفين ما شاء الله تبارك الله. شوفوا المنظر مع، شوفوا كيف، ايش رايكم؟ بسم الله، ايش رايكم؟ شايفين ما شاء الله تبارك الله كيف الرز. شوفوا الحبات كيف، شايفين منظر لا يقاوم ما شاء الله تبارك الله. وهذا اللحم. عندي المكسرات مع الزبيب والبصل المقلي، حبدأ أحط. أول شيء نحط البصل، بصل مقلي، شايفين ما شاء الله تبارك الله. نبدأ نقول بسم الله ونحط. وهذه المكسرات مع الزبيب، بسم الله، منظر يفتح النفس يا جماعة ما شاء الله تبارك الله. ايش رايكم بالمنظر؟ وكده اقدر اقول لكم حرفيا اتعدى مرحلة اللذاذة، لازم تجربوه وبالعافية. خلاص كده حيكون جاهز الرز. طبعا انا مرة 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 ما اوصف لكم الطعم قد ايش لذيذ، خاصة مع الكشنة والمكسرات، البصل المقلي، اللحم مرة مهري، وطبعا عشان الخروف طازة. وهنا عندي سلطة الطماطم، شايفين كيف، ناخذ شوية كده وعلى الرز هنا كده، حلو. بعدين ناخذ لحم، كيف ناكل الخروف، ها كيف ناكل الخروف، طبعا لحمة صغيرة. ناخذ شوية كشنة كده مع مكسرات، حلوين، ونقول بسم الله. مساج في المخ مو طبيعي. رهيب، حرفيا عبارة عن لذاذة. ايش رايكم؟ اللحم مهري دايب يا جماعة، ايش رايكم؟ اللحم مهري دايب يا جماعة، تسحب العظمة بكل سهولة، شايفين؟ كذا يعني اللحم مهري، مهري ودايب. شيل، شوفوا دايب زبدة، اللحم مهري والرز نثري. شوفوا ايش رايكم؟ زبدة، أنا ما حتكلم، أنتوا شوفوا المنظر، شوفوا كيف اللحم، شايفين؟ ما شاء الله ما شاء الله. شوفوا يا جماعة مرة ما شاء الله تبارك الله. طيب الشحمة هذه كده، عاد في ناس تحب الشحوم، شوفوا ايش رايكم؟ زبدة، انا ما حتكلم، انتوا شوفوا المنظر، شوفوا كيف اللحم، شايفين؟ ما شاء الله ما شاء الله. شوفوا يا جماعه